رجعنا معكم مشاهدينا بأولى فقراتنا الصباحية من على الموعد أون تايم. بهالفقرة طبعا رح نحكي عن وجع البطن عند الأطفال يلي هو وجع شائع غالبا. غالبا ما بيكون هيدا الوجع بسيط وبينتج عن أسباب بسيطة مثل الغازات وعسر الهضم أو ممكن يكون تسمم عند الولاد، ومع ذلك ببعض الأحيان ممكن أنه يكون وجع البطن مؤشر على حالة طبية خطيرة بتستدعي التدخل العاجل. لتحديد مدى خطورة وجع البطن أكيد بصيرنا استقبل معنا دكتور جينيفر أبي يونس، أخصائية أطفال وأمراض دم وسرطان أطفال. برحب فيك دكتور جينيفر، أول شيء اشتقنا لك ودائما نشتاق لك. ميرسي عليك عائلة. أهلا وسهلا فيك بمريم تي في. ميرسي عائلة. دكتورة جينيفر، مثل ما قلنا بالمقدمة طبعا في وجع البطن عند الولاد، والولد عادة ما كتير بيعبر، يعني حضرتك أكتر شخص بتعرفي أنه بيجوا أطفال لعندك ما بيقدروا يعبروا عن وجع البطن. اليوم أي متى فينا نقول أنه هيدا الولد فعلا عم يوجعه بطنه؟ يعني هل في كريتير معينة يمكن الوجع ما بيروح أو بيطول عنده؟ خبرينا أكتر عن وجع البطن. أول شيء أنت بتعرف أنه الولاد يلي هن كتير صغار، يلي هن بالأشهر، ولا يمكن من الأصعب الولاد لأنه ما بيقدروا يعبروا، يعني هن بيعبروا بس بالبكي، ما فيهم يقولوا لنا إذا بدك أنه عم بيوجعهم بطنهم. بس بنعرف أنه مرات في وضعيات معينين بيتخذوها الولاد، خصوصا إذا في أوجاع معينة بالبطن بتحميهم إذا بدك وبتخفف لهم وجعهم، مثل وقت عم نشوف الولد حاطط إيده على بطنه بتعش حاله لقدام، أو بيكون مثلا حاطط إيده على الميل اللي أكتر شيء عم توجعه. نعم. بالأعمار اللي أكبر اللي هن 4-5 وقت ببلشوا يصيروا يقدروا يحكوا ويعبروا، بيقدروا ساعتها يعبروا لنا مظبوط على وجعهم. وساعتها بنقدر نحدد نحن وياهم وين الوجع. نعم. بس بالأصغر مجبورين نمشي بالفحوصات حتى لو نحن ما بنعرف بالضبط وين الوجع. صحيح. اليوم دكتور جينيفر شو هن أبرز الأسباب عند هالأطفال اللي بينوجع بطنهم؟ يعني في كتير أسباب، يمكن أول سبب نحن منفكر إذا حيلا ولد عنده وجع بطن دغري منفكر بالأكل، أنه أكيد أكل هيدا الأكل انضر منه، أو منقول أنه انضر من الأي سي شبق الهواء على بطنه. اليوم شو هن أسباب وجع البطن؟ هلا نحن بما انه بموسم الصيف وفي كثير فيروسات هلا العلاقه بالاسهال والاستفراغ، سو اول سبب اذا بدك نقول هي يلي هي هالفيروس اللي فينا نلقطهم، كان من الاكل، كان من الهواء، كان من تغيير الطقس، من شوب كثير، من الشمس. دوك هول هن الاسباب يلي اكثر شيء شائعه. نعم. يلي اكثر شيء بنشوفهم ويلي هن اسباب ما بتستدعي اذا بدك عمل جراحي، ومنها اسباب طارئه لا يعني اكيد طارئه بمعنى الوجع. نعم. ولكن ما بدها تدخل جراحي، او بدها مرات كثير ما بدها استشفى، بدها يمكن معالجه عند الحكيم مع ادويه معينه. نعم. بس اكيد في دائما وقت من نحكي بالقصص اللي هي هالقد بسيطه بدائما انه ما لازم نهمل الاوجاع اللي بتبقى، الاوجاع اللي بتنذرنا على قصص اخطر من هيك. نعم. مثل وقت بنحكي عن الزايده يلي هي بتقدر تجي تقريبا مثل ما بيجي حيالها فيروس ثاني، يعني وجع بطن مع اسهال مع حراره مع استفراغ. دونك هون بيكون يمكن الاهل مطنشين قايلين انه يمكن هذا تسمم، امبارح اكلنا ما بعرف. صحيح. وين او هيك، ولكن هو بيبقى الوجع كثير قوي. نعم. والولد ما بيقدر ياكل، بيكون حالته منا منيحه، ويمكن هالبطن يكون فيه زايده ملتهبه، او اكيد كمان في عنا نحكي عن التهابات البول. نعم. خصوصي عند البنات بالاعمار الصغيره كمان بيجوا اسهال واستفراغ وحراره، ولكن هن كمان ما بيكونوا جاسترو انتريت، يعني ما بيكونوا نتيجه فيروسات مثل الرطه وغيره. نعم. بيكونوا اكثريتهم التهاب، وهون لازم اكيد الحكيم يكون عم يطلب فحص بول لنتاكد من وجود هذا الالتهاب وما يكون بس انه جاسترو انتريت. نعم. دكتور جينيفر، اليوم تنقول انه هيدا الطفل موجوع على 3 ايام، هل هالشيء سين دالارم ولا كيف؟ هل الوجع بيروح وبيجي؟ واي متى حضرتك بتقولي انه لا لازم نعمل انفستيغاسيون لنشوف من شو هالوجع؟ قد ايه بتنطري على الالم؟ وخاصه انه الاطفال كثير بياخذوا انتي انفلاماتوار او بانادول، يعني يمكن بس ياخذوا انتي انفلاماتوار بيرتاحوا او بانادول، ولكن بس يروح مفعول الدواء عم يرجع الوجع عندهم. اي متى هيدا الشيء بيقلقك وبيخوفك؟ صح. اول شيء كل وجع ما بيروح، يعني ما بيروح مع البنادول اذا بدك، وبذات الوقت بيطول، يعني اكثر من يوم يومين لازم يكون عم يشوفه حكيم اطفال. هذا اول شيء. ثاني شيء كل وجع بيكون الولد حالته فيها شكليا منه مرتاح، يعني مش قادر يمشي، عم يعرج، عم يدل على فرد محل، فيه قله اكل، فيه استفراغ، فيه شحوب، يمكن مرات فيه غير عوارض مثل دم الخروج،
مثل الولد رافض الاكل وكل الوقت عم يستفرغ، حالته منها منيحه، في ضعف، او كمان اذا هالوجع كان على فترات طويله، يعني طول اكثر من اسبوع، يمكن يكون بسيط بس طول، يعني يمكن ما يكون هالوجع كان عم يروق على البنادول ولكن المده تبعه صارت طويله. هون لازم ضروري نشوف حكيم اطفال، وضروري الولد يكون عم ينفحص، لانه في كثير اسباب التاني لازم يتفكر فيها. نعم. اليوم كمان في كثير اطفال عم نشوف بلبنان عندهم مشكله القولون التقرحي او المالادي دو كرون، كمان عم نشوف نسبه عاليه وخاصه عند الاطفال في اعمار بين 10 12 14. قد ايه هذا الموضوع كمان خطير دكتوره جينيفر؟ وشو بحس عاده الطفل غير عن اوجاع البطن العاديه حتى يوصل لتشخيص انه هيدا الولد عنده انفلاماتوري باول ديزيز او امراض الالتهابات الامعاء المزمنه؟ صح. اول شيء هدول الاولاد لنتفق انه هدول اكثر الوقت البرزنتاسيون اللي بيجوا عليهم بيكونوا تقريبا قريبين على الادوليسانس، يعني تقريبا على 12 14 16، كثير قليل ما نشوفهم عند الاولاد الاصغر، ولكن مش معناتها ما بنشوفهم. نعم. شو هن القصص اللي لازم نفكر فيها؟ هي وقتها بيكون في عندنا اسهالات طويله، طولت كثير، اسهالات فيها دم مع حراره مع اوجاع بطن، ما راقت على الادويه العاديه، وعملنا يمكن فحوصات من زرع للخروج، من زرع للبول، وما بين معنا ولا جرثومه. وطول مثل ما قلنا وفيه دم، خصوصا اذا بيكون فيهم دم، هول لازم الاولاد يكونوا عم يشوفوا اخصائيين لحتى يتفكر فيهم. او كمان اذا عندهم بالعيال، يعني اذا في حدا بيقربهم عنده كرون او عنده ار سي او اش، يعني السراتيف كولايتس دونكيل، هن كل هالامراض اللي هي تقرحات، بتعمل تقرحات بالمفاصل، اكيد هن لازم يكونوا عم يشوفوا اخصائيين. لو كل شيء بيطول بالنسبه لإلي، كل شيء بيكون فيه معه عوارض منا طبيعيه مثل الدم، الخروج مع حراره، هو اللي لازم اكيد مزبوط. او مرات بيكون امساك، صح، مرات بيكون امساك مزمن، ما دائما بيكون اذا بدك اسهال، هو متعارف بالاسهال، بس مرات بيكون كمان امساك مزمن، هول الاولاد لازم يكونوا عم يشوفوا اخصائيين، وما يعتبروا انه الخبريه بتكون من الاكل او اكل ما بعرف شو، فراخ وجلو ومسقعه لانه دغري بيربطوا الاهل بال الأكل. صح. طبعا لازم ينعمل انفستيغاسيون لحتى يتشخص لهيدا الطفل. كمان سؤال قبل ما انتقل لشيء ثاني، في كثير اولاد بيوعوا الصبح دكتوره جينيفر، بفوتوا على التواليت بيكون معدتهم اذا فينا نقول منا متماسكه ومنا مي، ولكن رخوه بتطلع مره واحده بالنهار، هل هالشيء ممكن يكون اشاره لشيء ولا ممكن نوعيه معدته هيك؟ هلا هيك صعب جاوبك، لقلك ليه؟ لانه هي حسب، بدك تاخذي كل الاستوار تبع الولد. يعني هالولد اذا من هو صغير هيك، اذا ما عنده كتام مثل ما انت قلتي، ولا في اسهال، ومره واحده بالنهار، وزنه منيح، اكله منيح، ما عندنا نقص بالفيتامينات لنفكر بشيء له علاقه بعدم امتصاص مثل امراض السيلياك اللي اكثر بنشوفها عند الكرون عند الاولاد، يلي بسببه عدم امتصاص للحديد ولكل الفيتامينز. يعني اذا بدك، اذا نموه منيح واكلته منيح وهو شكليا منيح، لا هيدا بيكون هو معدته هيك وبنتركه مثل ما هو. ولكن اكيد اذا بيظهر حيلا شيء نقص حديد غير مفسر، او تاخر بالنمو، اخر بالطول بالوزن، او اكيد اسهالات من وقت للتاني، او اكتئاب من وقت للتاني، بين هيدول يعني بين يعني هيك شيء يومين ثلاثه بيعمل اسهال وبيرجع بيروح، او يومين ثلاثه بيعمل اكتئاب بيرجع بيروح، هون لا لازم اكيد نفكر بالسيلياك مثل ما قلت بهذا الوقت اكثر من الكرون، لانه بالاعمار البيدياتري الصغار. نعم، الصغار او الكرون اذا بنحكي عن حدا شاف دم او عمره 16 17، حسب بالمراهقه. نعم. عاده كيف بيتم تشخيص اذا اجى طفل عندك عنده وجع بطن؟ شو هن الفحوصات عاده لحتى نوصل لنتيجه شو سبب وجع هالبطن؟ ليك اذا تقريباً كان... يعني. ايه تقريبا اكيد، لانه اكيد هن يعني القصه واسعه. صحيح. بس اذا بدي اقول على وجع بطن ولد، يعني اليوم بين وجع بطنه، او على الاقل بهالكم ساعه من امبارح لليوم ماكسيموم، هو اللي لازم اكيد، واكيد حسب شو في عوارض معه مثل حراره، استفراغ، اسهال. نعم. يمكن التشخيص اللي اكثر هلا شيء وارد بهيدا الوقت، اذا البطن كان طري، اذا ما عندي عندي عوارض بسموها ريجيد ابدومن او سيرجيكال ابدومن، يعني بطن جراحي. نعم. اذا كان البطن صوب منيح، ايه بنفكر اكثر شيء بالجاسترو انتريت، يعني هو هل تسمم الغذائي مرات يكون، او يكون فيروسات معينين مثل الرطه مثل الادنو، او مرات بيكون بكتيريا. نعم. مثل السالمونيلا. سالمونيلا. يعني هني بنقطن مرات من الدجاج اللي هو مش كثير مستوي، او اكلين خضره نيه وبيض. نعم. دوك وهلا على الشوب ما بنعرف كيف عم ناكل وقد عم يكون. صحيح. الاكل برا. نعم. وهيك دوك هيدا اذا بدك السبب البسيط البايخ اللي بيتعالج. بعدين اكيد بنرجع بنحكي مثل ما قلت لك بالتهابات البول.
وبعدين بنرجع بنفكر بقصص اعمق من هيك، يلي هي بحاجه ساعتها نعمل صور لهالبطن، بحاجه نعمل ايكو، مرات بحاجه نعمل سكان. اذا كنا رح نعمل نقول هالوجع البطن في يكون زايده، مثل ما في يكون عند البنات شيء بنسميه اوفيريان تورشن، يلي هو وقت بيصير في عندنا بيبرم الاوفير. اوفير نعم. يعني بيعمل ترسو اذا نعم. بدك مزبوط بالاوفير، بس يلي هي بتبرم وبتعقد هالاوفير. نعم. هالمبيض تبع تعمل الوجع القوي، بتقدر تعمل وجع كثير قوي. نعم. وهون الخطوره، لانه لازم نتدخل، معنا وقت معين نتدخل فيه لحتى اكون عم نحمي هيدي البنت من انه تخسر المبيض تبعها. الاوفير تبعها. نعم. كمان دكتور جينيفر، بنشوف كثير من الناس اليوم حيلا وجع بطن عند اولادهم، طبعا لانه يمكن ما في وعي كامل، دغري بيروحوا بجيبوا انتيبيوتيك وبيعطوه لهيدا الطفل. قد ايه هيدا الشيء خطا بالنسبه لهيدا الموضوع؟ 90% من الجاسترو اونتيريت هي فيروسات. نعم. يعني حتى لو شوي صغيره طولت، حتى لو شفنا اسهال مفرط كثير، حتى لو مرات كان هالاسهال في يكون اصفر، في يكون اخضر، اكيد مش عم بحكي عن الاسهال فيه دم، بس عم بحكي عن هيك. حتى لو الولد عمل حراره مرات اكثر من يومين، اكثريتهم بيكونوا فيروسات. معروف انه في 90% من الجاسترو انتريت هن فيروسات. انا بفضل انه يكونوا عم يشوفوا حكيم اطفالهم، هو بيعرف حكيم الاطفال اي متى بيقول انه هيدي بكتيريا، يلي هن حالات اقل من 10% هن بكتيريا والباقيين هن فيروسات. سو حرام بيكونوا عم يعطوا انتيبيوتيك، واحد بيكونوا ما عم بفيدوا اولادهم لانه عم بيعرضوهم لانتيبيوتيك زياده، اثنين بيكون عم بغيروا الفلور تبع الانتستان يلي هو البكتيريا الحميده يلي موجوده. نعم. بهالامعاء يلي بتحميهم اصلا من انه يلقطوا يعني بكتيريا تانية. صح. من. نعم. انه يلقطوا بكتيريا. وعاده مش هيك نحن بنعطي بروبايوتيك، يعني ليش بنعطي بروبايوتيك يلي هن فيهم هالبكتيريا الحميده لنرجع نركلج هالبصارين يلي. نعم. اكلها الفيروس. وقتها نحن بنكون عم نعطي بكتيريا بنكون عم نقضي على كل هالفلور. صحيح. اليوم كمان دكتور جيني، شو هن الاشياء اللي بتفكري فيهم اذا اجى عندك طفل بتخافي؟ بتقولي ذكرتي قبل بشوي انه بتفوتي اعمق بالفحوصات، بتعملي سكان، ايكو ابدومينال، كل التفاصيل. اليوم وين بتخافي؟ يعني بس تفحصي المريض وشو بتشكي؟ يعني هل الم البطن دائما بسيط ولا ممكن يروح لمنحه ثانيه؟ ايه، اول شيء انا بعتمد كثير على الفحص، يعني كل الحكمه بتعتمد على الاستوار يعني. نعم. هو شو كيف اجى المريض وشو العوارض اللي اجى فيها، وعلى الفحص السريري. نعم. طالما هالبطن هو طري، طالما هالعوارض هي خفيفه ما بنخاف، ولكن اذا هالبطن كان قاسي، اذا هالوجع كان محدد بمحل معين، خصوصي مثل الزايده قلنا عم نحكي عن البارتي دروات، اذا في ضعف بالوزن، اذا في عندي تضخم بتحال بالكبد، حراره مطوله. نعم. ولد منه عم ياكل، في نقص بالوزن، حالة الولد الصحية مدى منيحة، في تخربط فظيع بالفحوصات، الأفضل إنه نكون عم نعمل صور. يعني نحن هلا كنا عم نحكي على القصص اللي هي حميدة من اللي لها علاقة بالأبندسيت، يعني الزايدة وفحص التهاب البول والجاسترو انتريت وغيرهم، ولكن كمان ما بدنا ننسى إنه في كثير أورام بتجي بالبطن. نعم. يعني أورام لها علاقة بالكلوي اللي بتظهر بأعمار صغيرة 3-4 سنين، بنكتشف إنه الولد بس عنده تضخم بالبطن. نعم. يمكن عنده وجع من وقت للتاني، في كثير كمان اكيد تضخم الغدد الليمفاويه يلي. نعم. كمان بتقدر تكون بدنا انه يوجعوا بطنه ويعمل حراره. نعم. وفلا وقت اللي بنحس انه الخبريه بطلت ضمن النورمال، في وجع بمحل معين، في وجع يفوق العادي، في وجع طول اكثر من الوقت، او هالبطن منه ثوب، لازم اكيد نعمل فحوصات، او اكيد اذا قدرنا نشوف طحال كبد او ماس تحت ايدينا، يعني. نعم. مثل ورم تحت ايدينا. ورم تحت الايدين. كمان دكتور جينيفر، بنسمع اوقات انه اذا هيدا الوجع بيختفي بالليل، يعني المريض بيقدر ينام او الطفل بيقدر ينام، يعني بنقول انه ما في شيء جراف، يعني ممكن ما تفكروا باشياء خبيثه لا سمح الله، هل هالشيء كمان صحيح؟ بلوزوبو. نعم. يعني بمعنى اكيد اذا الولد قدر ينام، قدر يلعب، اللعب بلهي عن وجع بطنه، مرات الاولاد بيغشونا، يعني. نعم. في شويه زعبره اوفر رياكشنز من الاولاد. نعم. يعني مرات الولد اللي ما بده يروح مدرسه، اللي ما بده ينزل كولوني، يلي ما بعرف شو ما بده ياكل، بيتحجج بوجع بطنه. دونك اذا بنحس انه هالوجع يعني عم يلتهي، عم يختفي الوجع، عم ينام عم يختفي الوجع، هذا الشيء بيطمن. نعم. بس برجع بقول دائما نعمل اللي علينا. شو يعني نعمل اللي علينا؟ يعني اذا هالولد صار له شهر بيقول لنا وجعه بطنه، خلينا نقول انه ما نغض النظر، يعني نعمل نتاكد انه هالولد ما عنده كتاب، ما في اسهال، هالولد مينيموم نعمل ايكو، مينيموم نعمل فحص بول، نتاكد انه مينيموم ما في شيء. بعدين اذا ما في شيء
بنقول انه الولد عم يزعبر علينا. مزبوط. اليوم العلاج بالنسبه لاوجاع البطن، العلاج التقليدي اللي هو بانادول او مشتقاته، ولكن اذا كان في الم كثير كبير شو بياخذ علاجات عاده، او بيضطر يفوت مستشفى حتى تكملوا كل الفحوصات اللازمه؟ لك اول شيء اكيد دائما بس يكون في اوجاع كبيره نحن بنفضل يكون عم نفوت بفحوصات زياده، وبنفضل يكون بالمستشفى، لانه صراحه بالبيت ما فيك تعطي الا بانادول وانتي انفلاماتوار. بس اذا زايده بدها عمليه، اذا التهاب بول، مرات بدك دواء التهابات، ودواء التهابات بده 48 ساعه ليمشي لحتى يكون خف الوجع. اذا جاستو انتريت بكتيريال، مرات كمان بدك تحطي انتيبيوتيك. اذا بدك تفوتي بسكان وايكويات وكل كلهم، بس الوجع ما يروق بالبانادول، او الولد ما يكون قادرين نعطيه شيء بالبيت، بلا هو اللي اكيد بنعطيهم بالاوبيتالات. كمان انا بدي بس هيك نوه على شغله، على مرات شيء بنسميه اوجاع بطن بتجي متقطعه، يعني بيعمل الولد يومين ثلاثه حراره مع وجع بطن وبيروح، بيرجع بعد شيء جمعتين ثلاثه بيعمل حراره مع وجع بطن وبيروح. في عندنا شيء اسمه حمه البحر المتوسط يلي هو الاف ام اف، يعني هن بتعمل هالسايكليك اذا بدك فيفر مع ابدومينال بين، يعني بيجوا ضمن يعني اسبوعين ثلاثه حراره، يومين ثلاثه وبتختفي. هون كمان الاهل فيهم يكونوا يقولوا هيدي فيروس وقطعت، ولكن هالتكتر التكرر هالقصص لازم نفكر فيها، لازم نفكر فيه. مشان هيك مثل ما قلت لك، يعني اذا هالوجع حاد لا اكيد بالمستشفى، اذا هالوجع منه حاد بس طول وتكرر، بالنسبه لي لازم ينعمل له شيء، او على الاقل لازم ينشاف شو هو، لانه احنا عندنا كثير اف ام اف منهم دياجنوستيكي، يعني ما بنعرفهم. وهل هيدا المرض مزمن؟ هذا المرض مزمن، يس هذا المرض مزمن. هذا المرض هو نتيجة مشاكل جينية، يعني هو ميتاسيون جينيتيك بتخليه انه يعمل هالكرايز، هالكرايز بتخليه يعمل وجع بطن مثل ما قلت لك، حرارة. مرات اوجاع مفاصل، وبيقدر يأثر كمان على غير اعضاء. مشان هيك وقت بنشخص هذا المرض، هذا الولد بينحط على دواء معين اسمه كولشيسين، كرمال نتفادى يعمل الكرايز، واحد. اثنين، كرمال نحمي تضاعف المضاعفات تبع هذا المرض، يعني هو وقتها بيأثر على الكلاوي او على غير قصص. خطير هالمرض. نعم. اليوم شو رسالتك هيك بنهاية فقرتنا دكتورة جينيفر لكل المشاهدين يلي عم بشوفوك عبر شاشة مريم تي في؟ أنا أول شيء بدي أقول لهم دائما يتابعوا مع البيدياتر، دائما يكون في كونتاكت مع الحكمة. أكيد إنه الأولاد في كتير قصص بيقطعوا فيها، بتقطع يعني بيمرقوا بإسهال بحرارة، ولكن دائما الأفضل إنه الواحد يكون عم يطمن. كل وجع بطن، كل عارض بيطول او بيكون كثير قوي، عن جد الاولاد لازم ينفحصوا، لانه مش كل شيء هو جاسترو انتريت، ومش كل شيء هو بيقطع، ومش كل شيء هو فيروسات. صحيح. ولا كل شيء بنقدر نعطيه نحن انتيبيوتيك ونغض النظر عليه، مرات كثير نحن بيكون عم نخفي هالتشخيص، او بيكون عم نبالغ باعطاء ادويه ما لها لزوم. ما لها لزوم، طبعا. دكتور جينيفر ابيونيس، اخصائيه اطفال وامراض دم وسرطان اطفال، انا اول شيء بدي اشكرك باسمي وباسم مريم. ميرسي، ميرسي بوكو. كمان اعطيتينا من وقتك، لان بعرف وقت حضرتك كيف بيكون كل نهار بين المستشفيات والكلينيك، عن جد شكر كثير كبير من القلب لك انه اعطيتينا وقت. ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله قريبا كمان بيكون لنا لقاءات مع حضرتك نحكي مواضيع بتهم المشاهدين ان شاء الله. اكيد. شكرا لحضورك. ميرسي بوكو. اهلا وسهلا مشاهدينا، رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.